والبارح اللي كليتها كانت قيه، البارح عاوتاني غير اللي حطيتها كانت قيه، حتى جا داك الدري ويقول لي، قال لي تالي فوتك الحال، وبقى قال لي تاخذي 7 ديال التمرات في الصباح، قال لي راه مزيانين. البارح صافي لقيت 3 ديال التمرات كليتهم، هما اللي ما رديتش. لقيت يعني من الحمد لله جا الاخ عندك جاب لك الماء في الاول، شربتي وكنت تقيه، شدتني التقيه، ما تقيه يعني اش تقيه، يعني غير الترويعه. نقولوا حنا الغثيان. المره الثانيه الحمد لله ما كاين والو، عادي. حتى الليل هي في الصافي كثرت داك الماء، ملي كنشرب غير شويه وكنخرج. لقيتيه زوين، تكيتي على جوج كيسان كبار. البارح نتشفانه في الصباح، قلت صافي يبقى في الدار، ماشي الا طرات زعما الا جاتني تقيل حجر راني غير في الدار. صافي شي جوج كيسان بحال هكا، بقيت متكي على القرعه شربتها كامله. لا فطور لا غدا لا كاسكروت لا والو، يعني فطور تقيتي، الغدا تقيتي، كاسكروت وحتى الفجر تقيتي. الفجر ضربتني الفيقه نتقيت داكشي خضر. صافي ورجعت. الخوف شويه، خوف كيش تكون ولا صاد هنا شويه. طيب الشعر كيطيح بنا، كيطيح لي المكتئبه، مكتئبه حاسه بذاتك، ماشي ما مرتاحاش، حاسه بكل شيء، الناس ما كيبغيوكش او كل شيء الناس ما كيحملوكش. مره كنحس بها. كتقنطي في داركم اختي؟ كيجيك الخوف في داركم؟ ماشي بزاف. ما كتحسيش بالخيالات؟ حسي بها. رجليك كيفشلو من الركابه لتحت؟ لا. صحتك كضعف؟ اه. عندك تنمر في الاطراف؟ لا، بقيت متكي على شي بلاصه. هذيك المساله اللي عادي العرق كيتحبسو. سبق درتي الرقيه اختي؟ حيت درتها عادي. عادي اثناء الرقيه. المرة الأخرى اللي كنت درتها ماشي عادي، وما بقيتش مشيت. خفتي؟ خفت وما عجبنيش الحال وصافي. طلب الله ييسر لك. فهنا أختي الكريمة، إلا درنا الرقية وكان عند أختي ميكروبات في كرشك، ياك؟ فمن الأحسن تستفرغي هو الأول. متفقين؟ الاستفراغ نكتب لك أعشاب إن شاء الله، شري مع عطار راسك، ولا ديهم من هنا من عندي اللي بغيتي. واخا؟ نخرج من اختي ان شاء الله باش يستافدوا منهم حتى الناس، ويكسبوا شي ديما هنا ديما هنا. تعرف الريحان؟ اه. عندها في الصفحه كلشي. كندخل عندها في الفيديو ديالك. عندها قالنا الريحان اختي كريمه، وعندنا الورد، وعندنا البابونج. عندنا 50 غرام ديال الريحان، و 50 غرام ديال الورد، و 50 غرام ديال البابونج. هنا تبخهم. في 3 لتر ماء بالليل مدة 10 دقائق، تخليها حتى تصبح مرقدين، صفي وتشرب على الريق. متفقين؟ عندنا الريحان اختي، بسم الله. عندنا الريحان، عندنا الورد، عندنا البابونج، 50 غرام 50 غرام 50 غرام، تغليهم في 3 لتر ديال الماء بالليل مدة 10 دقائق، تخليهم إن شاء الله حتى الصباح يبقاو مرقدين، والصباح إن شاء الله تصفي الكمية كاملة وتربيها كاملة وتقية، باش تخوي داك الميكروبات اللي عندك في كرشك، ديريها 3 أيام وأجي عند خوك. 3 أيام صافي أختي؟ صافي واخا. بغيتي نسول،